36 كيداير السوق؟ شويه ما مش غالي شويه السوق غالي السوق غالي شويه لا شويه غالي السوق شويه شحال هذوك البرو 17 17 كيداير السوق؟ السوق مزيان الثمنه مناسبه مزيان الدرويش وكل الله يجعل البركه الناس مصيره العلف ومصيره الله يجعل البركه الله يسخر الجيب اشتري فرا كل شيء اختي كل شيء غلا كل شيء تزاد علينا كل شيء بزاف انت شنو كتبيع بزاف انا فلاح صغير تنديرو خروف كنديرو الكسيبه كنديرو البايم كنديرو كل شيء جيتو هاد السوق الخميس باش تحطو جينا الاثمنه طالعه والناس كتساوم وكتمشي الشريفه كيجيو الاثمنه طالعه كتساوم وكتمشي السولوك ما كاينش شحال كتبيع نتايا والحولي على حساب الحولي واكل كثر منه الحولي واخدينه ب 40000 واكل 20000 جابوا شي ما يعطيو فيه 40 نيش تعطيو فيه 45 يعني السلوك ما كاينش عندك الاثمنه ما بينه وبين اقل ما بينه وبين ولكن عندي من 40 حتى ل 70 ولكن الحوالة عاوتاني اللي ب 70 عاوتاني راه مشري ب 50 مشري ب 50 وعالف العلف دابا راه ضايع اكثر من ضايع العلف دابا العلف كنا تناخذو الشمندر كنا تناخذو ب 6000 6000 قل 200 دابا ولا داير 10000 القنطار السيكاليم دابا 10000 القنطار النخاله كنا تناخذوها ب 18 19 دابا دايره 2600 وعاد تجيب المازوت المازوت غلا بلا قياس كنا كنهزو هذيك الساعه كنهزو المازوت تتهز دابا ولا تضربك هاد الطروبين خاصك 6000 ريال بغيتي تجيبها منا من العرجات كاين شي اقبال في هاد السوق ولا والو القضيه دابا راه قبالتك قضيه ساكنه الناس مولي العلف هما تياخذوا العلف ولكن الخروج راه ما كاينش الناس كتجي كتساوم الحولي وكتقلب وكتمشي تيجي اكثر من جهد وكتمشي اي اختي السلام عليكم بعدا الحمد لله السوق في متناول الجميع كله الثمن ديالو كاين داك الشيء على قدو كله الثمن الجيب ديال بنادم كاين 20000 كاين 60000 كاين 70000 الحمد لله ولكن واش نقول لك اختي تنبيع ب 1000 درهم من بعد المعيزات 1000 درهم ولكن بنادم ما عندوش الله يحسن العوان تيبكي واش كاين الله غالب على شويه وصافي شويه وصافي هذا العام ضعيف بزاف الله يدير شي تاويل من عنده وصافي تنطلبوا من الحكومه تعاوننا هادشي اللي غنطلبوا من الحكومه تعاوننا بزاف بنادم ما عندوش هذا العام كنبيع نشري ما كنصور حتى لعبه عندنا المازوت اللي كنصوروه كيدير لنا المازوت حتى لعبه ما كنصورها كنبيعوا الكوار الثمن ديال الكوار ما كاين حتى لعبه تنبيعوا تقريبا نقولي درهم ونص الكيلو هو مقيم عندنا حنا بجدرام في البحيره مقيم بجدرام تنبيعوا فيه بدرهم ونص حصلنا فيه المازوت تيمشي لنا كلشي ما تنصورو حتى لعبه تنديرو كنا تنجيو 100 درهم ولا تنجيو 100 250 درهم الاقبال 30% هي اللي كاينه الاقبال دابا السوق هذا سوق الخميس ديال السول فهمتيني هذا سوق الخميس السول قريب من صلاه تقريبا شي 30 كيلومتر خاصو الترونسبور خاصو الطوبيس خاصو الطرقان خاصو بزاف ديال الحوايج خاصو اصلاحات السوق زوين قريب للمدينه ولكن اصلاحات ما كايناش فيه والمازوت ينقصنا في المازوت الله يرحمه المازوت ديك الحال علينا نجيو تنبيعو هنايا الشتبه والسمندر هذا شحال الاثمنه ايوا الاثمنه على حسب دابا السوق دابا داكشي 23 ريال تجي 75 درهم 1300 كاين شي اقبال؟ اه الحمد لله الحمد لله هذا كل هذا ديال الخميس ديال السهول الخميس ديال السهول ايوا كنجيو ليه الحمد لله ما شفنا فيه على الخير صراحه كاين شي بيع الحمد لله راجع البركه كلشي مزيان غادي نكون معكم عبد الله الادريسي هنايا في سوق الخميس ان شاء الله كنبيعوا هنايا الحولي شحال الاثمنه الاثمنه هذا اختي عطينا فيه 76 هذوك اللي عطينا فيهم 50000 هادو هنا الصغار عطينا فيهم 25 شويه شويه ما كاينش اقبال بزاف وانما شويه ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع اصحابكم